يعني حديث الرئيس فتح السيسي بالأمس عن المخلفات السكانية ليس بجديد، الرئيس حذر من ذلك قبل هذا الحديث بأكثر من نداء وطالب بوقف هذه المخلفات وعقد مؤتمرات خصصت لهذا الغرض، وصدر الحقيقة قانون قبل ذلك في عام 2019 بالتصالح على مخالفات البناء، ثم جرى تفعيل هذا القانون في 2020. حديث الرئيس انطلق من باب الحرص على أمن المواطن وعلى استقرار الوطن. أيضا حديث الرئيس عن بعض القضايا الأخرى المتعلقة بالطرق والكباري، المتعلقة بالتنمية الجديدة التي تحدث في القرية المصرية والريف المصري. هذا حديث يؤكد بالفعل على أن خطة الدولة المصرية للبنية التحتية ولإصلاح ما أفسده الزمن هي خطة ماضية بطريق سريع جدا وبقدرة فائقة على الإنجاز، هي يتعجب منها العالم، وهي يعني منحت مصر مركزا متقدما بين دول العالم في إطار التصنيف المتعلق بهذا الأمر. حديث الرئيس عن سد النهضة، عن ليبيا، كلها أحاديث تنطلق من الثوابت الوطنية المصرية التي سبق أن تحدث عنها الرئيس، والرئيس يطمئن المصريين عن الأحوال وأن هناك صانع قرار قادر بالفعل على موازنة الأمور واتخاذ القرار المناسب. مصر تسعى دوما إلى الحل السلمي والخيار السلمي، ولكن بالتأكيد الخيار السلمي الذي يحقق العدالة والذي يحقق القانون والذي يحافظ على مصالح مصر. الحقيقة هناك نقطة أيضا تحدث عنها الرئيس بضرورة مراعاة السلام الاجتماعي في كل قرار يتخذ أو غيره، وده ينطلق من حرص الرئيس ووعيه بمخاطر المرحلة. الرئيس قال ما زلنا في حالة يناير 2011، وهذا أمر مهم يؤكد أن صانع القرار يدرك تماما نبض الشارع المصري. الشارع يئن من مشاكل عديدة، هناك من يحاول استغلال الشارع المصري لحسابات وأيديولوجيات سياسية وأهداف تآمرية، ولكن بالتأكيد وعي الرئيس وإدراكه بهذا الذي يحدث وإدراك المؤسسة الوطنية المصرية بكل اتجاهاتها الأمنية والسياسية والاقتصادية والحكومية يؤكد بالفعل أن البلد ماضية إلى الأمام وأنها تدرك تماما حجم المشاكل وأنها تتعامل بوعي ورؤية صحيحة لإنجاز ما يمكن إنجازه وحل هذه المشاكل تبعا.